هي يعني مش يحرى من ناحية دينية، يعني تعدد الزوجات يعني ربي مشرع محلل يعني حتى ربعة، ولكن نشوفوا انه حاليا ونهضروا خصوصا في المجتمع الجزائري، نشوفوا انه الشاب الجزائري، الشاب يعني الجزائري او المواطن الجزائري ماهوش قادر على وحده، كيفاش يقدر على ثلاثه اربعه زوج؟ يعني نشوفوا انه يكتفي بوحده، ويعني اذا قادر اكيد يعني يتعدد ويكون عادل بيناتهم يعني الشيء عادي، ولكن انه يدي زوج ثلاثه ومكنش قادر ويجيب ذراري والولاد وتربيه، يعني هذا الشيء صعيب. ونشوف يعني من ناحيه يعني شخصيه، يعني رايي الشخصي انه لو كان يكون مزوج بوحده وهي قايمه به وتجيب ذراري وقايمه بالدار ومطليه فيه ويعني وطيعه ربي، ما يحتاجش انه يعدد، يعني يكتفي بها. لكن نشوفوا انه ظاهره تعدد في الشات كثير في المجتمع، ايه يعني لازم تكون قادر. نشوف انه اذا ما كنت قادر ما تعددش، اذا كانت مرتك الله يبارك عليها يعني ما كان لها انه تعدد، يعني راح تخسر بخاطرها يعني اكيد، يعني راح تجرحها اكيد. يعني كاين بزاف فروقات، يعني باغ اكزومبل يعني تشيل وحده وحده ما تشيلهاش، تخرج وحده وحده ما تخرجهاش، وحده معيشها لا بيل في، وحده يعني يعني وحده راميها، يعني هذا الشيء انه حتى ربي يعني وصى على المراه، ماشي ربي يحلل لك باش انت تكسر بخاطرها ولا تجرحها ولا تيتمها ولا تقيسها برا. يعني نشوف انه هنايا نعم، نذكر مشاهدينا بأن هذا الفيديو بميكروفون زيرتو في احد شوارع الجزائر العاصمة، اللي تتحدث عن تعدد الزوجات. هذا الموضوع حمزة الذي أساس كثير من الحبر والكثير من المقالات، ودون الكثير من الأشعار والكتب حول هذا الموضوع. يعني موضوع شائك حمزة، تعدد الزوجات، يعني طيب. ما رأيك؟ الله يبكر، هذا الموضوع سيكون خطير على المتزوجين. لو أحضرنا أحد الزملاء المتزوجين وتكلم فيه لو رفض الكلام فيه. طبعا الشرع بكير، الشرع واضح طبعا، ولكن دائما كاين نقطة واحدة، كاين نقطة هي نقطة الغيرة مثلا من الزوجة التي تغار دائما أن يكون عندها ضرات، ولا أنا نحب نكون وحدي طبعا. فطرة طبعا، هي فطرة نفسية وسيكولوجية في المرأة. ولكن تبقى نقطة مهمة، هي نقطة أنه الإنسان لا يمكن أن يعارض شرع الله طبعا، هذه فطرة. ولكن أنا في رأيي أنه الإنسان اللي موش قادر على أنه كما نقوله إحنا يقوم ربع نساء ولا زوج نساء، يكتفي بواحدة. نعم، هو القرآن، وهي القدرة بكر، الشرط يعني القدرة. هو القرآن، القرآن الكريم والنص الوحيد في جميع النصوص السماوية الذي حث على واحدة، في قول تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعني الله عز وجل قال لك إذا ما عندكش القدرة على أن تعيل زوجتين أو ثلاثة أو أربعة فلا داعي لذلك. يعني يعني قلت لك الشرط تزوج واحدة وفقط، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ووصانا بواحدة. القرآن الكريم لما جاء بتعدد الزوجات هناك غاية، هناك نعم. سبب نعم. لجب أن نبحث عن الأسباب. يقول لك بأنه حكمة. عدد النساء حكمة. عدد النساء يكون أكثر من عدد الرجال. كيف ذلك؟ عدد النساء، النساء لا يشاركون في الحروب، الرجال نعم. هم من يشاركون في الحروب. أكبر المساجين هم الرجال وليس النساء. يقال أن المرأة عندما تولد من بطن أمها تولد أقوى من الرجل، يعني نسبة نجاح الرجل عند الولادة أقل من نسبة المرأة. يعني هناك الكثير من العوامل، من المعطيات، من المعطيات اللي خلت مثلا حتى الشوات أيضا هم كثر في العالم الآن. يعني كاين حكمة ربانية من تعدد الزوجات. يعني إذا ما كانش في تعدد الزوجات وهناك الكثير من النساء، يعني يمكن الكثير من النساء يقدروا مثلا يكونوا، يقدروا يروحوا في متاهة، يقدروا ملكية عامة، يعني بالمصطلح الجميل يوليوا ملكية عامة، يعني ويختلط الحابل بالنابل. ونحن نرى أن في مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل أن تدخل، يعني هذه المرأة وهذه الفتاة التي عمرها 18 سنة وحتى التي عمرها 45 سنة، أليس لديها أخ؟ أليس لديها أب؟ أليس لديها عم أو خال؟ أليس لديها أي قريب، من قريب أو من بعيد؟ نعم، هي شخصيا ما تحشمش، ما عندهاش عقل، ما عندهاش يعني ذره عشمه. نعم، رانا في سلط الحابل بالناس، رانا في زمن مواقع التواصل، وزمن الفتن طبعًا. زمن التعلق بالمؤثرات والمؤثرين، وتغيرت بزاف معطيات. يعني لابد ان نكون صرحاء مع انفسنا، يعني
يعني هذيك الرابطة الأسرية الاجتماعية حتى الحوار بين العائلات أصبح مفكك نوعا ما. ولكن كما قلت بكير لو نحود إلى الموضوع هذا موضوع تعدد الزوجات كما قلت بكير أنت لخصته في يعني في عجالة وكنت واضح ودقيق طبعًا. إذا كنت قادر يا أخي حمزة أنت تعدد الزوجات أو لا؟ السؤال الخطير الذي لا يمكن أن نجيب عنه لا, لا أحد يعلم أنه لا أحد يعلم مكتوب الدنيا هذه مكاتب. ولكن بكير لما تكون إنسان يعني إنسان قادر أنك تتزوج بوحدة وتقومها وهذاك وحدك طبعًا. تكتفي بها وكاين الناس قادرين كاين الناس عندهم عندهم أموال عندهم يقدروا يكونوا طبعًا. إحنا من عكس الشارع كثير من من الـ من الـ من الرجال على في الجزائر وخارج الجزائر يعني مكفيين من ناحية العمل المادية. ومن ناحية الراتب يعني ماديا يقدر يتزوج بمئة لكن هو يكتفي. يرى يكتفي. حالته النفسية وارتياحه النفسي وحالته النفسية مع شخص واحد نعم. مع مرأة واحدة ومع أولاده فقط ما عندوش غاية باش يزيد الثانية والثالثة والرابعة. هناك من يتزوج مثلا يقول مرأتي لا تنجب نسألها ونقول لها فالا كاين أنا أريد أن أتزوج نعم. لأن أريد أطفال وكذا. هناك مرأة تقبل مثلا تقول له نعم ما فيش عيب عادي أنا أعطيت لك الموافقة. هذه أسباب إحنا إن شاء الله نتمنوا الصلاح إن شاء الله طبعا المجتمع تاعنا إن شاء الله يزولوا هذا الفتن العدل حمزة نعم. في هذا الموضوع في هذا الموضوع اللي خصوه بكل اختصار العدل العدل نعم. تعدل إذا كنت قادر وأيضا وأيضا العدل وأيضا المرأة اللي راك معها الأولى الرضا إذا ما رضاتش راح تكرهوا بعضها كلش بالرضا تدخلوا في مشاكل نعم. أخرى كلش بالرضا طبعا. نتمنى الصلاح لهذا طبعا نتمنى الصلاح لكل الجزائريين ولكل نعم. الأمة الإسلامية والعربية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.